أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ودائما وأبدا أؤكد على أصلين مهمين ومنطلقين لهذه المدرسة. أولهما أنني حين أقول أحبكم في الله ليست لزمة من لوازم المشايخ، وإنما أنا أحبكم حقا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يهبنا حبه، فإنه قال وجبت، ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال وجبت محبتي للمتحابين في. اللهم اجعلنا من المخلصين في هذه المحبة، تلكم الأولى، وينبغي أن يجمعنا هذا. وإذا كنا مخلصين في محبة الله، في محبة الله وفي محبتنا لبعضنا في الله، فإن هذا شرطه وعلامته أن هذا الحب لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. الحب الخالص لوجه الله، الحب في الله الخالص لوجه الله، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. فإذا رأيت مني جفوة فإن هذا لا ينقص حبي في قلبك لو كنت مخلصا، وإنما تعلم أن هذه الجفوة لمصلحتك، فإن من حبي لكم أني عليكم حريص ولكم ناصح أمين. الثانية، السؤال كيف حال قلوبكم مع الله؟ ليس هذا السؤال أيضا كلمة وخلاص، وإنما أنا أعنيها كيف حال قلبك مع الله
وأنا أرى تقلبات قلبك، الله يرى تقلبات قلبك. فحين أسألك كيف حال قلبك مع الله، مش كلمة بتسمعها وخلاص، وإنما أن تجيب كيف حال قلبك، ها؟ كيف حال قلبك اليوم؟ هل تجد قلبك رطبا بذكر الله، خاشعا، مخبتا، منكسرا، مقبلا، محبا، راضيا، خاشعا، طالبا، راغبا، مهتما، أم أن قلبك في سهو ولهو وغفلة وبطالة؟ أين قلبك يا عبد الله؟ وهنا المدرسة الربانية. اللهم دم عليك. وما زلنا في شرح مدارج السالكين، وهذه منزلة التوبة. وقفنا هذه الوقفة الطويلة مع في منزلة التوبة، هذا هو الدرس 24 بعد 300 في مدارج السالكين. ووقفنا مع تعظيم الجناية، ذكرنا أنه لابد لكي تعظم جنايتك في قلبك، لابد أولا من تعظيم الخالق، وتكلمنا كيف يعظم الله في قلبك، وذكرنا أن أي معصية تقع فيها إنما سببها ضعف عظمة الله في القلب. لو كانت عظمة الله في قلبك كما ينبغي لما اجترأت أن تعصيه، لا تستطيع. فإذا رأيت نفسك وقعت في معصية، أصابتك غفلة، تراجعت عن الطريق، فاعلم أن هذا إنما لضعف عظمة الله في قلبك. ثانيا، اليقين في الوعد والوعيد. وتكلمنا عن اليقين واستفاضة في ذلك، ولعل كثيرا منكم يعجبه قول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة أو صيام، وإنما سبقكم لشيء وقر في صدره. يعجب كثيرا من الناس هذا القول، وإنما هذا هو الإشكال. هي دي بقى اللي أنا بقول لك، أما تبقى فيه جفوة، أما شد عليك ما تزعلش، ها؟ أنت يعجبك هذا القول لأنك لست كثير الصلاة والصيام. أنت عايز ما تبقاش كثير الصلاة والصيام، عايز ما تبقاش عابد، والآخر توصل وتبقى زي سيدنا أبو بكر وتقول إيه؟ القضية مش ليست كثرة الصلاة والصيام، القضية وأين قلبك؟ أين قلبك؟ أين هو؟ أين هو؟ أترى أجده قلبا طاهرا، نيرا، مخبتا، ساجدا تحت العرش؟ أم أن قلبك في أودية الدنيا هالك مع شهواتها وأهوائها ونزواتها، ثم تقول لي بشيء وقر في قلبك؟ وأين قلبك؟ وما قلبك؟ أخي، إن استطعت أن تخادعني وتكذب علي فإياك أن تكذب على الله، إياك أن تخادع الله، إياك أن تمكر على الله. قال سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. هيدمرك لو مكرت علي. وكثير منا يرى آثار التدمير في حياته،
نتيجة مكرة مكرها على الله. لذلك أصدق الله يصدق. خلاصة الكلام: أصدق الله يصدق، فإن الله جل جلاله إذا رأى صدق العبد فإنه سبحانه وتعالى يأخذ بيده إلى نجوة النجاة. ثم انتقلنا بعد تعظيم الجناية وأركانها الثلاثة: تعظيم الله عز وجل، اثنين اليقين في الوعد والوعيد، ثلاثة النظر في العواقب. إنني أعرف بعض الناس كثير الأخطاء، وكلما سألته عن خطأ ليه عملت كده؟ يقول طقت في دماغي عملتها. إن مثل هذا قد يأتيه الموت وهو على الخطأ فتسوء خاتمته فجهنم. مفيش حاجة اسمها طلعت في دماغي عملتها، وإنما رحم الله رجلا توقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. يبتكر فضلا عن هم بفعل أو عزم، لابد أن تتوقف معه لتنظر هذا الذي الخاطر الذي خطر لك، أيرضاه الله؟ إن كان يرضاه أمضي أمضي، وإن كان لا يرضاه فقد يكون فيه حتفك. ده كلمة ملخص النظر في العواقب. ثم انتقلنا بعد تعظيم الجناية اللي هي حقائق التوبة، الأولى تعظيم الجناية والثانية اتهام التوبة، اتهام التوبة، وذكرنا علل التوبة. ليست القضية في مجرد أن تقول تبت، صليت الرسول، زد النبي صلاة، زد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية واتهام التوبة وطلب أعذار الخليقة. اتهام التوبة ذكرنا أنه معرفة علل التوبة. ما تفكرش إنك أنه بمجرد قولك تبت يبقى الموضوع انتهى، لا، ده لابد من وقفة. تبت ليه؟ تبت ازاي؟ لماذا تبت؟ وكيف تبت؟ وماذا بعد التوبة؟ قبل التوبة لماذا أتوب؟ أثناء التوبة العمل كيف أتوب؟ بعد التوبة كيف أنا بعد التوبة؟ لابد يا إخوة لازم تفهم أن الطريق في هذا الدين، الطريق إلى الله، السير إلى الله، الوصول إلى الله، ما هيش لعبة من لعب الحياة. كتير قلنا أن هذه الحياة لعبة، ربنا قال لنا كده: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. الحياة دي لعبة، لعبة بكل معانيها، لعبة. وزي ما قلت كده، زي ما كل لعبة لها قوانينها، في قوانين للعبة الحياة، بس أخطر شيء في لعبة الحياة إن في لعبة الحياة الغلطة بفورة. فاهم؟ ما ينفعش تلعب مع ربنا. فلذلك إنه لقول فصل، وما هو؟ الهزل، مش تهريج.
إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نأخذ هذا الأمر بجد. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فاليوم ننسى، احذر أن تتخذ دينك لعبة. كتير قلنا في اللي بيعملوا موالد، في اللي بيغنوا ويعملوا أناشيد، في اللي بيعملوا مسابقات ومش عارف ايه، عايز تلعب بعيد عن الدين العب. هناك بعض اللعب، لكن في الدين لا يقبل إلا الجد. والكلام ده بقوله برضو كمان لأننا بيننا بعض الذين يعملون في الدعوة، إن شغل الدعوة مش لعبة. لما هنشتغل يبقى شغل. اللي عايز يلعب العب، والله سيحاسبك وإن كنت أنهاك عن اللعب. قالت بنت الربيع بن خسيم: يا أبا أذهب ألعب. بنته كان عندها 4 سنين 5، بتقول له إيه؟ ممكن ألعب يا أبي؟ فقال: يا بنية قولي خيرا. فقالت: يا أبا أذهب ألعب. قال: يا بنية قولي خيرا. قالت: يا أبا أذهب ألعب. قال: يا بني إنني ما وجدت الله ذكر اللعب في كتابه إلا مذموما. قولي خيرا. بنت 4 سنين مش فاهمة حاجة، تقول له إيه؟ عايز ألعب. وانت أول حاجة هتطلع من لسانك يا عم جمال هتقول لها: العب يا حبيبتي، ببساطة. لكن الرجل اللي مركز، دي اليقظة بقى بتعمل الجمعة إن شاء الله، الرجل اللي مركز متيقظ القلب، حاسس ان ربنا سمعه وشايفه، يستحي ان يقول لحد يلعب. قال لها ايه؟ اني ما وجدت ان الله ذكر اللعب في كتابه الا مذموما. ما اقدرش اقول لك روحي العبي، عايزه تلعبي العبي بس ما تقوليليش. حقائق التوبة 3: تعظيم الجناية واتهام التوبة. وذكرنا علل التوبة. خدتوا الورقة بتاع علل التوبة المرة فاتت؟ 14 نقطة. عدم الإخلاص، الجهل والحمق. وذكرنا هنالكم نقطة مهمة وخطيرة ولازمة، وهي الفرق بين الصدق والإخلاص. الفرق بين الصدق والإخلاص. إيه الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الصدق توحيد القصد، والإخلاص توحيد المقصود. الصدق أن يكون لك قصد واحد، رضا. ما قصدك؟ رضا الله. والإخلاص أن توحد هذا المقصود الذي تطلب رضاه، ألا أطلب إلا رضاه هو وحده. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الإخلاص، الجهل والحمق. وقلنا أننا نقصد بالحمق الحماقات الصغيرة والتصرفات الطائشة والأفعال الرديئة والخبائث
التافهة التي يقع فيها الإنسان. عندك شوية معاصي صغننة كده بترتكبها بحماقة غبي، لأن هذه الصغار تجتمع على المرء حتى يهلكنا. ثلاثة، التردد وعدم الحسم. وقلنا أن المنافقين من أخص صفاتهم التردد، متردد دايما، متردد دايما، ما بيحسمش حاجة، كل حاجة يفكر ويتردد ويقرر ويرجع في كلامه، وممكن يقرر ويرجع في كلامه في اليوم 20 مرة. قلنا قبل كده الرجل الذي يستطيع، ده الرجل من صفات الرجولة، الرجل الذي يستطيع أن يتخذ قرارا وينفذه في نصف دقيقة، ده الراجل تاخذ قرار وينفذه. لكن التردد والتلون، قال سبحانه وتعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثلاثة، التوبة من بعض الذنوب مع الإصرار على بعضها. أربعة، دي خمسة، عدم صرامة وصراحة العزم على عدم العودة، ضعف العزيمة وعدم الثبات. سبعة، التفات القلب إلى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته. اكتب الحاجات اللي هقولك عليها تطبعها لي من الكمبيوتر. شحذ العزم. ثمانية، نسيان الذنب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. اوعى تنسى. تسعة، الطمأنينة والغفلة والأمان ووثوقه بنفسه. لازم دايما تبقى خايف ومرعوب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عشر، جمود العين وعدم ظهور أثر الندم واستمراء الغفلة. اوعى تفكر إن عدم بكائك ده شيء طبيعي وعادي، لا، لازم تبكي. وقلنا هناك ذنوب تكفيرها وسبيل مغفرتها ماء من عين العين. الماء من عين العين يغسل كدر القلب ووسخه. البكاء والدموع وانهيال الدموع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى سمع لصدره أزيز من كثرة البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرئ عليه القرآن فبكى، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. البكاء، من ذا يعيرك عينا تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار، للدموع تعار. أنت تحتاج أن تدرب عينك على البكاء. وكما قلت قبل ذلك كثيرا أن البكاء حال والأحوال لا تعلم. ما عرفش أعلمك تبكي إزاي، لكن الخوف مقام، أعلمك مقام الخوف. فإذا خشيت الله تبكي، عين بكت من خشية الله، فأعلمك الخشية فتبكي.
لكن ما عرفش علمك البكاء، بكاء دحال. نفس الشيء قد أعلمك الاشتياق، وكثيرا ما سألتك هذا السؤال، متى كانت آخر مرة، متى كانت آخر مرة اشتقت فيها لرؤية وجه الله الكريم، فلما غلبك الشوق فاضت عيناك شوقا لله. امتى حصل لك ده؟ ان انت قلت كده في نفسك وانت قاعد في خلوة مع الله، انا اشتهي ان ارى الله يا رب، عجل بقبضي اليك حتى اراك. فبكيت. متى كان منك هذا؟ انك تحتاج الى تجربته عشرات المرات ومئات وآلاف المرات حتى يأتيك هذا الحال. تاني، مش لعبة، مش لعبة. العبها في الدنيا كتير، لكن مع ربنا أصدق الله يصدقك. 11، ألا يستحدث أعمالا صالحة بعد التوبة. 12، فقدان القلب حاسة الحذر من تجدد العقوبة. 13، الجهل بالعقوبة. وإن الخطر الشديد ألا تعرف العقوبة. إحنا متفقين على اعتقادا، الله قال من يعمل سوءا يجزى به، يبقى لازم تبقى فاهم وعارف ومتأكد ومتيقن ان اللي هيغلط هيتضرب، هتعصي هتعاقب، لازم، دي ما فيهاش تردد ولا فيها كلام، هتعاقب. بس قد تتأخر العقوبة حتى ينسى سببها، تبتلى وبعدين تقول. وياما اخوه منكم اليومين دول، الناس بتوع المدرسه، ها كتير اليومين دول يقول طب انا مش عارف من ايه، انا ما عملتش حاجه، يعني انا عمال ابص في حياتي اليومين دول عملت ايه، مش لاقي في حاجه عملتها. لا، اصل دي مش بتاع النهارده. قد تتاخر العقوبه، قد تتاخر عقوبه الذنب حتى ينسى السبب. حدود لذنوب خفيه صار استيفاؤها ظاهرا، بس الأخطر أن تأتيك العقوبة في ثوب نعمة فتلتبس عليك. وللبسنا عليهم ما يلبسون. وإن كتير بعت لي بقى تساؤل، مش مهندس أسامة ربنا يكرمه وغير ناس كتير، قال لك طب اعرفها ازاي دي؟ دي البصائر، اصحاب البصائر والهدايات والاشارات من الله. اصلا انا مش فاهم، ده اللي بيفهمني ربنا، انا ما اعرفش، ده اللي بيعلمني ربنا. عشان كده دايما تدعي تقول ايه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا ما تحبه وترضاه، اللهم نور لنا ما تحبه وترضاه، اللهم علمنا ما تحبه وترضاه، اللهم حبب إلينا ما تحبه وترضاه، اللهم يسر لنا ما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا فيما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا ما تحبه وترضاه. يبقى انت بتسأل ربنا، وقلت لكم كتير ما تستحيش
انك تقول لربنا يا رب انا حمار ما بفهمش، فهمني، انا مش فاهم الاشارات ورسائلك، اديها لي صريحه، انا محتاج اتعلم، علمني، انا محتاج افهم، فهمني. كان احدنا لا يستحي ان يسال الله في شاسع نعله. هناك اولويات، بدل ما انت قاعد تقول سد ديوني واهدي مراتي واهدي ولادي واعمل لي شغلي وسوي لي، في حاجات اهم تسال الله فيها وتطلبها وتتوجه اليه لكي يساعدك، لان فيها نجاتك وفي فقدانها هلاكك. اخوتي انا احبكم في الله. الجهل بالعقوبة، شوف سيدنا كعب بن مالك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجره هو وأصحابه 50 ليلة بعد على رأس 40 ليلة لك، حتى مراتك ما تكلمهاش، قال أفأطلقها؟ قال لا، ولكن اعتزلها لا تقربها، قال الحقي بأهلك. بقى قاعد في البيت النبي ما بيكلمه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وانت مش عارف قد ايه معنى ان سيدنا النبي خصمه لما تبقى قاعد معاك في اللهم اجمعنا به في الجنة، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم إنا حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا منه في الآخرة. الشاهد النبي مخصمه والصحابة مقطعينه لدرجة ابن عمه ينطله من على السور ما يعرفش يدخل من الباب، ويقول له أستحلفك بالله، أسألك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. وقلت لكم إن أصعب شيء على النفس إن حد يشكك في حبي، أصعب شيء على النفس إن حد يشكك في حبي. أنا بحب ربنا، بيقول لابن عمه مش أنت عارف إن أنا بحب ربنا وبحب النبي؟ قال له لا ما أعرفش. قال فخرجت، خرج ما اتكلمش. وصل البيت جاءته رسالة من ملك غسان، اهو ده ابتلاء في ثوب نعمة. ملك غسان بيقول له ايه؟ بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة واسك. قال له انا عرفت ان صاحبك هجرك وانت راجل عزيز وكريم ولا يهمك، تعالى اقعد معايا. قلت لكم ان كان ممكن يجعلها في ثوب ديانة، يقول اروح هناك وادعو الى الله، واما النبي يبقى يصالحني بقى ابقى اجيله معايا ملك غسان. لكن لما كان فاهم قال فاخذت الكتاب فتيممت التنور فسجرته، راح على الفرن وراح مولع فيه، وقلت وهذا من البلاء. فاكرين قلناها ازاي بقى؟ ان واد يجي له جواب تعيين في بنك وهو قاعد بكالوريوس تجاره بقاله 2 3 ما بيشتغلش، ها، وجاله جواب تعيين في بنك، يروح للشيخ، يا شيخ ممكن اشتغل في البنك؟ نقول له العمل في البنوك حرام يا ابني، ربا، هتكتب الربا، لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الاسم سواء. يشيل الجواب في جيبه وكل شويه يطلع الجواب، اشتغل ما اشتغلش، اشتغل ما اشتغل، وبعدين يروح لشيخ تاني، يا شيخ، وبعدين يسال واحد جاره، وبعدين يسال، وشايل الجواب في جيبه، التاني عمل ايه؟ ولع فيه، خلاص انتهينا. هو ده تردد المنافقين.
وحد يقول له روح لجنة الفتوى والأزهر، يقول له روح عند إدارة الأوقاف، ويروح ويسأل. ما هو في ناس بتقول يا بوسى يا بني لا تفتن نفسك. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، هي مولاكم وبئس المصير. إخوتي، هذه علل التوبة، آخرها رؤية التوبة والمن بها. التوبة من التوبة، إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. دروس العلم زاد.